A capacitor is connected to a battery and has a charge Q. When it is fully filled with a material of dielectric constant K. يعني كان في الأول dielectric وبعدين هيشيله بيقول تقريبا هنا كان في K وفي Q. Well, if the battery remains connected يعني ال V constant ال V is But the dielectric material is taken out يعني طلعه بره. What will be the potential energy of the capacitor? هو ال Q بيساوي نص نمسك الحاجة الثابتة هنسيبها زي ما هي بس ال C. ال C لما طلع ده ال original وكام على ال U أنا آسف كتبت ال Q ده ال U نص C في تربيع ده اللي موجود حاليا وبعدين راح شايل الداي الكتريك لما شال الداي الكتريك السي قل طبعا السي ده كان السي بيساوي ايه يساوي كي اي ابسلون نوت على دي السي داش الجديده نفس ده بس شال منه الكي يبقى سي على كي بس دي كانت 3 على سبيل المثال فلما شال الكي ده الكتريك سلاب السي قل بمقدار كي وبالتالي اليو كمان هتساوي نفس الكلام ده بس على كي يعني نص سي في تربيع ونقسم على كي لان ده قل بمقدار كي وبالتالي الطاقة كمان هتقل بمقدار كي فالخيارات كده زي ما هو هنا زاد بمقدار ده لو كان فاضي هواء وبعدين حطينا ده الكتريك يبقى الإجابة دي صح لكن الإجابة دي هي بتتوافق لأن كان في كي وبعدين شالها أو كان في ده الكتريك سكاب وبعدين شالها اليو بصفر لا اليو لسه موجود وبالتالي دي الإجابة الصحيحة.